وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أي يهوديا على يهوديتكم الموجودة الآن، ولكن على المنهج الذي أنزله الله على موسى هو معه. ما فيش، كل الرسل جاءوا بمنهج واحد. ولا نصرانيا أي على النصرانية التي أنتم عليها الآن، ولكن على ما جاء به عيسى فالنبوة كلها أصل واحد. ولكن كان حنيفا، قلنا حنيفا يعني مائلا عن المائل، وما دام مائلا عن المائل يبقى معتدل، يبقى مستقيم. ولذلك بنسمي شريعتنا الحنفية الايه؟ السمحاء، التي مالت عن كل زيد، مالت. وكونوا حنفاء لله يعني مائلين عن كل ايه؟ عن كل زيد. نعم. ولكن كان حنيفا مسلما، قلنا مسلم يعني ألقى زمامه. المسلم هو الذي ألقى زمامه في كل شيء إلى مسلم إليه، في إيه؟ في كل ما ورد من افعل ولا تفعل. إذا جئنا لهذا الاشتقاق نجد آدم كان مسلما ولا لا؟ عاد نوح كان مسلم ولا لا؟ كل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله مسلمين ولا لا؟ ولكن مسلمين للمنهج الذي كان في أيامه. الأمة التي تأخرت لتختم بها رسالة السماء، لم يعد أمر جديد بفعل ولا تفعل عشان يجي حد تاني يسلم فيه. يبقى نهاية الإسلام جاء عند من؟ يبقى صار على من عليها الأمة المسلمة التي لا يستدرك عليها فيما بعد شيء يقال أننا أسلمنا وجهنا فيه. فكانت وصفا لكل الأنبياء والرسالات والمؤمنين بالرسل السابقة، ولكنها أصبحت علم على مين؟ علينا. ليه؟ لأن الذين أسلموا في القريبين أيام موسى وأيام عيسى أسلموا لله في المنهج الذي كان، فلما تغير بعض التشريع في المنهج جئنا فأسلمنا. أيأتي بعد ذلك شيء جديد ليسلم أناس فيه؟ نبقى احنا اللي وصلنا إلى إيه؟ إلى قمة الإسلام لله وإلى نهايته. ولذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم خاتمة الأمم الإسلامية، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء. حين يقولون إبراهيم، بيجيبوا سيرة إبراهيم ليه؟ لأن أصل فيه أبوة الأنبياء، فهم بيجيبوا أصل الخلية الإيمانية ويقولوا ده. قال لهم المسألة مش مسألة جنس ولا وطن ولا دم ولا أي انتماء آخر غير الانتماء لمين؟ لمنهج الله الواحد. فيبقى أولى الناس بإبراهيم مش اللي من ذريته، أولى الناس بإبراهيم مين؟ الذين اتبعوه. خلاص؟ والنبي ده اللي اتبعه، واللي اتبع النبي اللي اتبعه. إنما تجيبوا لي مسألة الإيه؟ ده مسألة حسمها الله مع إبراهيم. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني أوامر ونواهي، فأتمهن. وأتمهن إيه؟ إتماما على أقصى ما يكون من الالتزام، لأن في إتمام يؤدي الشكلية، زي ما واحد بتقول له ربنا قال لك تصلي خمس فروض، بيصلي الخمس فروض، إنما واحد بيصليها بإيه؟ بحقها. يبقى ده بيتمها ايه؟ الاتمام، مش الشكلية بتؤدى. ابراهيم كان كلمة فأتمهن يعني ايه؟ يعني ادى الابتلاءات التي جاءت بالكلمات التكليفية من الله على ايه؟ على اقصى منها. ألم يأمره الله ان يرفع القواعد من البيت؟ طيب يرفع القواعد من البيت، اما كان يكفيه لينفذ الامر ان يرفع بناء الكعبة الى اقصى ما تطوله يداه؟ ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لا، ده هو عايز يوفيها وفاء تمام. قال لك لا، تطوله يداي وتطوله حيلتي أيضا. فجاب حجر يعني سقالة زي ما يحطها تحت رجله علشان إيه؟ يقف. معنى يجيب حجر يحطه علشان يقف عليه عشان يزود الكعبة قد إيه؟ مش قيمة الحجر؟ يبقى بده يوفي إيه؟ بطاقته في اليدين وبإيه؟ وبحيلته. ولا يعرفوش السقالات ولا اي حاجه، فجاب حجر وينقل الحجر كل شويه ويقف وابنه.
الله، يبقى بيتمها ولا ما بيتمهاش؟ ولو انه رفعها على مقدار ما تطوله يداه كان يبقى ادى ولا ما اداش؟ انما ادى بامكانياته الذاتيه الواقعيه، وهو يريد ان يؤدي ايضا بحيلته الابتكاريه في انه يجيب الحجر ويوقفه. ادي مقام ايه؟ ابراهيم يقف عشان يعليها ايه شويه. فلما اتم ابراهيم الكلمات هذا الاتمام قال الله له، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. أنت مأمون على أن تكون إماما للناس في دينهم لأنك أدي تفعل ولا تفعل بتمام وبإتقان، يبقى استحقت أن تكون إيه إمام. إني جاعلك للناس إيه. طيب إبراهيم شو بقى غيرته على منهج ربه، مش عايزه مدى حياته فقط، قال ومن ذريتي برضو اجعل أئمة عشان منهجك يا ايه يا سلام غيران على المنهج حتى بعد ما يمشي. قال له لا، من ذريتك دي بقى حتى نقف فيه، لان من ذريتك منهم هيكون ظالم لنفسه ما يكونش امام ابدا، لان المسألة مش وراثة يا ابراهيم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى اذا ادنا ارث النبوة، ارث النبوة ايه؟ المنهج والايمان، زي ما قلنا في الحلقه السابقه سيدنا رسول الله جاب سلمان وهو فارسي، ومش قال من قال ده منا من العرب، ولا ده قال منا اهل البيت. مساله ايه؟ يبقى ده نسب الانبياء، يبقى نسب الانبياء ليس ايه، لا ليس دما. كذلك الانتماءات الاخرى، ما هو الدين مش وطن ابدا، الدين مبدا اللي يبقى فيه يبقى أخوة وبنوة وكل حاجة فيه. وإذ ابتلى إبراهيم أي ربه بكلمات فيه فأتمون، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتعلم إبراهيم إن إرث الإيه النبوة ما هوش الدم خلاص. ويجي سيدنا نوح، ربنا يقول له أنا حنجيك من الطوفان أنت وأهلك، وبعدين يشوف ابنه كده الله، وابن ده ربنا وعد انه نجي اهله، قال له نبني من اهلي ده ابن، قال له لا ليس من اهلك. انظروا الى التعليل القرآني لانتفاء الاهلية عن ابن نوح، انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عمل غير صالح. الله، ما قالش انه عامل غير صالح، الذاتية ممنوعة، الفعل هو اللي وحفة، انه ايه عمل. فكأن الإيمان مش نسب، مش دم، مش انتماء وطني، مش انتماء قومي، لا ده عمل. فاللي يعمل بمبدأ أي رسول يبقى من أهله. فقال له إنه ليس من أهلك، إنه إيه عمل غير صالح. يبقى كأن النسبة بتيجي لمين، للذات ولا لعمل الذات؟ يبقى النسبة لعمل الإيه الذات. أم سيدنا إبراهيم برضو جات حتة تانية، إبراهيم اتعلم الأدب وقال لا لا ينال عهد الظالمين، خلاص قدمتني. فلما جاء ليطلب سعة الرزق للجماعة اللي حيقعدهم في مكة، قال له وارزق أهله من الثمرات، وافتكر قال له من آمن يا رب. أم ربنا قال له برضو خلطت يا إبراهيم، لأنني بتكلم عن إيه، عن أهلية المنهج، إنما ارزق أهله من الثمرات ده اقتيات الحياة، واقتيات الحياة إذا كان الله قد استدعى إنسانا للأرض لازم يقيته. تبقى أنت خلطت في المسألة، أنا مش هرزق إلا اللي آمن، لا قال ومن كفر. يبقى ما تفرق، ما تخلطش بين إيه، بين رزق الاقتيات المادي، لأن دي مطلوبات الربوبية، ما دام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والإيه، لأنه هو اللي استدعاه للدنيا، ما دام استدعاه للدنيا مش لازم يجيب له ياكل. فقال له ما تخلطش دي في دي، ديك ليس من اهلك يعني في المنهج والعمل، انما دي من كفر. قال ومن ذري ارزق اهله من الثمرات من امن، كلمه من امن دي تاخدها من الايه، من تنبه من الاولانيه. فقال له لا احنا مش هنخلط بقى، دي شيء ودي ايه. قال ومن كفر فامتعه قليلا وبعدين اضطره الى عذاب النار، ده حاجه ثانيه. يبقى اولى الناس لابراهيم من بقى، مش اللي انحدروا من سلالته ولا ابدا، الذين اتبعوه هم اولى الناس به، وهذا النبي واللي اتبعوا النبي هم دول اولى الناس بابراهيم. فما تاخدوش ابراهيم وانتم منحرفين عن دين ايه
عن دين إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم، يعني أولى يعني إيه؟ أقدر وأحق بأن ينسب إلى إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين جميعا، إبراهيم ومن آمن به ومحمد ومن إيه؟ ومن اتبعه. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت يعني إيه؟ تمنت وأحبت. طب هم أحبوا لي أن يضلون؟ قال لك لأن المنحرف حين يرى المستقيم، المنحرف ما قدرش يضبط حركته على مقتضى افعل ولا تفعل الإيمانية، الملتزم قدر على ضبط نفسه، فساعة يرى واحد غير ملتزم واحد تاني ملتزم يحتكر نفسه، يقول شو معنى هو قدر على نفسه، يوم يبتدي يريد ايه؟ ان يأخذ الملتزم الى جانب الانحراف، يقوم يعز عليه، يقوم يقعد يهزأ به ويسخر ويحتل عليه. مش كده؟ ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون. وده اللي بيحصل الان ولا لا؟ ساعة ما يشوفوا واحد مستقيم ولا اي حاجة يقعدوا ايه؟ خدنا على جناحك، اعمل مش عارف ايه من الكلام الايه، ويقعدوا يهزأوا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. يعني ايه انقلبوا الى اهلهم؟ طب دول عمالين بيستهزئوا بالكويسين، هينقلبوا يعني الاهلين مبسوطين، اكن الاهل رخلين ضالين، يقول لهم احنا قابلنا واحد مستقيم وهزقناه النهارده، قال بيبسطوهم يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضال. وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول انا هرد لكم هذه المساله، فاليوم اللي هو يوم الحساب والجزاء الذين امنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون ثم يسألون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرفنا نجزيهم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله وليهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قلنا ودت يعني تمنت. التعبير بودة يعني هم يحبوا كده، يتمنوا كده. ولكن ساعة ما تشوف مادة الود، ما كل ما يوده الإنسان يحدث، لأن التمني هو أن تطلب أمرا مستحيلا لأنك تحب أن يكون. فقول الله هذا قال مش حيوصلوا لها برضه، هم بيحبوا إنما حيوصلوا لها مش حيوصلوا لها. يبقى قوله ودت يعني تمنت أن ذلك أمر محبوب لهم، ولكن أيحصلون على ذلك؟ راحوا لإيه؟ لحزيفة، راحوا العمار مثلا، راح وقعدوا بدهم يفتنوهم عن الدين بتاعهم، غدروا يفتنوهم؟ ما غدروش إيه يفتنوهم. ودت طائفة من أهل الكتاب إيه؟ لو يضلونكم. الضلال بيأتي على معاني متعددة. الضلال هو الذهاب والفناء في الشيء. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لإيه؟ لمبعوثون. بقى لما نتوه في الارض وعناصرنا تتفك كده ونروح في الارض هنرجع تاني؟ يبقى اذا ابي معنى من ايه الضلال. الضلال هو ان لا يهتدي الى وجه الحق. لكن لا يهتدي الى وجه الحق دي بعد ان بين له ولا قبل ان يبين؟ فيه وفيه. ووجدك ضالا فهدى، يعني انت مش عاجبك الحكايه دي، انما ان تروح فين؟ ما عندكش منهج وسبته، ده انت مش عاجبك المنهج ده وبتقول طيب هنا هنا هنا. ووجدك ضلا فهدى. وفي ضلال بقى يبقى عرف المنهج وبعد ذلك يضل عنه. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. ليه يضلون أنفسهم؟ ليه يعني ازاي تيجي يضلون أنفسهم؟ قال لك لا، لأن محاولته إضلال غيره ذنب جديد. يبقى لم يكفيه ضلال نفسه في ذاته، بل يريد أن يضم إلى ضلال نفسه في ذاته إضلال الإيه. ولذلك دي حلت لنا إشكال لا تزر وازرة وزر إيه، وبعدين في آية تانية ليحملوا أوزارا إيه مع أوزارهم. طب يا رب أنت هيحملوا أوزار مع أوزارهم ليه؟ ده أنت قلت لا تزر وازرة وزر أخرى. نقول له لا، ده الوزر الأول للضلال في ذاتهم والوزر الثاني للإضلال.
الوزر الثاني لمين؟ للإضلال. يبقى وما يضلون يعني بيزودوا ضلال ايه؟ ضلال أنفسهم، لأنهم لم يرتضوا أن يتركوا المهتدي مهتدي، بل هم ضلوا ويريدون ايه؟ أن يضلوا غيره. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما ايه؟ وما يشعرون. ما يشعرونش بإيه؟ ما عندهمش إحساس بالبلوى اللي هتجيلهم مركبة، بالضلال المركب الذي ايه؟ يجيب. ولو أنهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن ايه؟ عن اضلال غيرهم على الاقل، ولو يتعمقوا شويه يبقى عن ايه؟ عن ضلال نفوسهم. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ لم تكفرون بايات الله العجيبه وانتم ايه؟ تشهدون. تشهدوا ايه؟ ام قال لك لانهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. قال انتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أسلم لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، كما يعرفون أبناءهم. شوف الابن بقى اللي وشك في وشه طول المدة ولا يمكنش التوع عنه، اهو ده. يبقى إذن النعت موجود، الوصف موجود، وانتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الآيات البينات، فأنتوا إيه اللي بخليكوا ليه تقفوا هذا الموقف؟ تبقى السلطة الإيه؟ السلطة الزمنية. معنى السلطة الزمنية إن الواحد ياخد منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين يعمل له بهذا المنهج سلطة إيه؟ زمنية، زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران. سلطة زمنية اللي حيقول فيها بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل، تلبس يعني تدخل شيء، زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل الإيه؟ جرمه في الإيه؟ في اللباس. لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. أكن فيه حقائق وفيه باطل، انتوا بتخلطوا ده ايه؟ بتخلطوا ده بدا. مثلا التوراة والايه؟ والانجيل، بتجيبوا فيها اشياء تحرفوها وتدخلوها والى اخره، فهي في الاصل حق وبعدين دخلتوا فيها ايه؟ دخلتوا فيها باطل. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد. طب يا أهل النصرانية الذين أمنتم بعيسى بعد موسى، إيه اللي خلاكم ما تؤمنوش بمحمد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجة وتكفروا بإيه؟ تلبسون الحق بالإيه؟ بالباطل. وأيضا إنهم كانوا إذا ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا أن ذلك الدين الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه إيه؟ جحد، متناقضين ولا لا؟ غلطتم ليه الاستيقان بالايه؟ بالجحد. لما هيجي في الايه الثانيه هيقول انهم كانوا بدهم يعملوا حيله على المؤمنين. الحيله على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء، وهم ناس اميين ما يعرفوش. وبرضه المشركين في قريش كان عندهم الحكايه دي، فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر آخرة. يبقى نؤمن ونكفر، يبقى خلطتم لبستم الحق بالباطل ولا لا؟ نؤمن وقال الايه؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني أول ما يواجهك من النهار، أول ما يواجهك الليل اهو وبعدين يبتدي النهار يجي، فاول ما يواجهك ايه اسمه ايه؟ وجه النهار. وجه هو اول ما يواجه، اول ما لذلك سمي هذا الوجه، لاننا لما نتقابل اول شيء ايه؟ الوجه. كويس كده. واحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العاميه وتعبيراتنا السلوكيه وفي المبادلات، حتى يقول لك ايه ده؟ عمل وجه القفص. مش كده؟ وجه القفص يعني ايه؟ يعني الفاكهه يعمل ايه للقفص وجه، يحط انضج الايه
انضج الثمار ويعملها ايه؟ فوق دي يقول لك وجه الايه؟ ولا وجه الراس لما تشوف كده المشمش او اي حاجه كده في ولا الجوافه ولا البتاع مرصوصه على العربيه تقول يا سلام حبه من حبه، وبعد ذلك هي الغطاء الاول الوجه بس، وبعدين الباقي مدسوس فيه الباقي مدسوس فيه اسمه ايه؟ اسمه وجه الايه؟ ادي الوجه ما يواجه، وما دام ما يواجه في السلع يبقى القصد منها التدليس والغش ولا لا؟ قصد منها التدليس والغش، تروح تشتري مثلا الحاجه وبعد ذلك ان كنت هتشتري كيلو يبقى يدوب فيه ربع كيلو شويه من الوجه، ولا تعرف كيف جاء من الداخل بما يضعه، ما تعرفش ازاي عملها ما تعرفش. ادي وجه الايه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إيه؟ وجه النهار واكفروا أشر. وما العلة في الإيمان أولا ثم الكفر ثانيا؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم لو لم يؤمنوا يمكن يكون المؤمنون الذين آمنوا ده هم غيرانين على إن دين جاي جديد ومش عارف إيه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده جم هم جي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شوية وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح انما لقوه مش تمام لانهم اهل علم بالكتب واهل علم بالبتاع. يبقى غرضهم ايه؟ التشكيك. يقول لك إذ امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعني اوله، وبعدين اكفروا ايه؟ اكفروا اخر. او ان الايه نزلت في مساله الكعبه، لما كانت الكعبه مثلا القبله كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها الى الايه؟ الى الكعبه، فقالوا لهم ايه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده او في النهار اللي بينشاف فيه ده وصلوا الى الايه؟ الكعبة، وبعدين اخر النهار يصلوا للايه؟ القدس. وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار. شوف الغباء بقى، غباء في العبارة وفي الاسلوب، يدل على انه كلام بغير فهم وبغير وعي، مش ايمان، مش بغير ايمان، ده بغير فهم. يقول لك امنوا بالذي انزل على ما دام عارفين يا اولاد الايه انه انزل، طب بالله تبقى دي واقفه بقى، ايه الخيابه دي؟ امنوا بالذي ايه انزل يا اولاد الايه ما دام عارفين انه انزل، ده انتوا فضحتوا نفسكم، فضحتم نفسكم. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا، وكلمه الذين امنوا شوف برضو انزل وعلى الذين ايه، طب ما دام هم الذين امنوا وانتم ما هم على نقيض يبقى انتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا ان كل اسلوب الكفر غباء في غباء في غباء، كل اسلوب الكفر غباء. واكفروا اخره لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون. يبقى الفكره في هذا انهم يقولوا ايه؟ والله كويس ده دخلوا الايمان، لانهم لما يجوا يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك يا اخي ده الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهل عرفت الايمان ايه؟ ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه؟ فلما يرجع يقول ايه؟ رجع عن معرفه مش رجع عن جهل او تعصب. لعلهم ايه يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ده مسألة لما يقول إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أولا واكفروا آخرة. هذه المسألة إن أشيعت من أول الأمر تبقى اللعبة ما نفعتش، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي إلا لمن إيه؟ لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو آمنوا بالذي أنزل على الذين إيه؟ امنوا وجه النهار واكفروا اخره. اوعى السر ده حد ايه يعرف، لانهم لو فانوا عرفوه ننفضح وتبقى اللعبه ما ايه ما نفعتش. نعم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. الله، هم هيعملوا كده يبقى الاولانيه ايمانهم وجه النهار دي ده هدى من نفسهم، ده هدى جعل ذريعه للضلال، يبقى مش هدى الله ده، يبقى مش ايه؟ مش هدى الله، لان هدى الله ان تنصب الى الغايه التي يريدها الله، ودي هدى صحيح اي امنوا يبقى هدى، انما هدى هدى الله لا مش هدى الله. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، كانه بيقولوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ها ليه؟ حتى تتم الحيله، وما دام تتم الحيله يبقى احنا اللي هناخد الايه؟ الجولة الإيمانية والناس يبقوا أتباعنا، وده الدين ده ما يبقاش له أتباع. ليه؟ لأنهم لو أخذوا منكم الناس وآمنوا يبقى أوتوا مثل ما أوتيتم،
واحنا مش عايزينهم يؤتوا ايه مثل ما ايه ما اوتيتم، او يحجكم عند ربكم، ان عرفوا انكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، قال كأن ربنا مش هيعرف الا لما يقول، اكن ربنا مش هيعرف الا لما ايه، قال لما يقولهم يبقى هيحجنا عند ربهم، اوعوا تقولوا ما احسن يحجكم عند مين، عند ربكم. الله كأن ربنا مش عارف الحكاية، زي برضو ما قالوا فيها ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للتيه ويعبروا، قالوا بقى ان الله سبحانه وتعالى قال للموسى علموا بيوتكم ايها الاسرائيليون، بني اسرائيل علموا بيوتكم علشان انا ناوي هي ابطش وتربق البلاد على بعضها، كأن ربنا ما كانوش يعلمون البيوت يبقى مش هيعرفها. كلام خايب ولا مش كلام خايب؟ كلام خايب. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا أن تأخذوا أناسا كما تودون وبعد ذلك تخدعونهم، لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به من الله يبقى ما ينزعوش إلا مين؟ ما تنزعوش حيلة تانية أبدا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع، والله واسع يعني يدي لكل الخلق الفضل، أينقص من فضله شيء، وعليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قلبه مشغول بربه، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم الذي يتفضل. ما فيش حد له حق على الله، كله ايه؟ كله محض فضل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يا سلام على الإنصاف الإلهي. مش معنى إن في حملة على أهل الكتاب إن كلهم وحشين. شوف إنصاف إله بينصف. مسألة ما كناش نقول لهم ولا حسنة، أم قال لك لا ما تاخدش المسائل كده، قال لك دي مسألة العمل فيها من الحق، يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لأن لما تيجي دعوة كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في أهل الكتاب، اللي أهل الكتاب دول عارفين وعارفين الآيات وعارفين العلامات وعارفين الرسول، أما كانوا يشتغلون في أنفسهم بدراسة هذه المسألة ليؤمنوا؟ منهم أناس طبعا جعلوها في بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا. هؤلاء لو أن الله جعل الحملة على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في انه نؤمن، ده احنا بننفذ تمام تعاليم ربنا، فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي عنده فكرة ان تراوده فكرة الاسلام يعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه، لانه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس وايش معنى، لكن لما يقولها لما يجي يقول هذه المساله من اهل الكتاب كذا ومن اهل الكتاب امته قائمه يتلون ايات الله انا لكل دي، يبقى يدل على ان الذين شغلوا انفسهم بدراسه هذا الدين والتفكير في ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعه ما يسمعوا يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله، والا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده. من أهل الكتاب من انت، وللإنصاف قال بعض المفسرين أن قول الحق من أهل الكتاب من قال لأهل الكتاب يا اليهود يا مين يا النصارى، فقالوا من أهل الكتاب من انت أمنوا بالنصارى، قال لك النصارى كان لهم ذمة ساعة ما تأمنوا على أي حاجة يؤتمن عليها، إنما اليهود هم اللي إيه، فأكن من انت تأمنه بقنطار راجع لمين، برضو إنصاف لهم، يعني خصلة الخير لهم لا إيه لا ينكرها الله، وبل يشيعها ويقولها بدليل علشان لما يقول لنا حاجة سيئة فيهم نبقى نصدقه، لأن الكويسة قالها يبقى لما يقول الوحش يعني نصدق على طول. من أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه بقنطار يؤديه إليك. قنطار دي يعني مبالغة في الكمية الكبيرة من المال، ولذلك قلنا هناك في القناطير الإيه القناطير المقنطرة، يعني ما تفتكرش إنها كلمة قناطير دي جزافا كده، ده مقنطرة من موزونة يعني حق. طيب بقنطار يؤديه إليه. كلمة الأمانة حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء، أن تأمنه بإيه بقنطار،
ومرة تتعدى بعلى. شوف بقى ما لك لا تأمنى، مش بيوسف، على يوسف. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يبقى مادة الأمانة تيجي إيه؟ مرة بالباء ومرة بعلى. كل حرف من دول له حكمه، أسلوب ربنا اللي بيتكلم. الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن، ولا حجة له عليه إلا ذمته. إن كتب وصل ولا بتاع ما تبقاش أمانة، بشهود ما تبقاش أمانة، أمانة تديها له كده بينك وبينه. وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، مالكش حجة عليه. الأمانة دي ما دامت هتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو وضع الأمانة، المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة احنا قلنا سابقا انه على الرجل الحريص المؤمن الحق ان يحتاط لامر الامانه، لان فيه وقت تتحمل الامانه ووقت اخر تؤدي فيه الامانه ان طلبت. تحمل الامانه ان يعرض عليك مبلغا من المال ويقول لك دي امانه عندك، فتقول له نعم وتكبر، اسم ده ايه؟ التحمل. لما يجي يطلبه اسمه ايه؟ الأداء. فيه واحد أو الكل يضمن نفسه وقت التحمل، يقول لك إيه وهاتها ولما تعوزها في أي وقت. وقد تكون النية هكذا إن أي وقت يجي هياخدها، ما عنديش نية خالص. إنما أنت لا تأمن ظروف الأغيار، يمكن لما يجي يطلبها منك الأغيار تشتغل وياك، ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه، نفسك تحركت وتقول يعني ايه لما افرقعه في الحكايه دي مثلا. اذا انت لا تضمن نفسك وقت الايه؟ وقت الاداء. وان ضمنت نفسك وقت التحمل، يبقى لازم يلحظ في الامانه ملحظين اثنين، اداء وتحمل. الذين ياخذون الامانه وفي نيتهم ان يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل، انما ما يضمنوش نفسهم وقت الايه؟ الأمان. فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالح اعرض نفسي ليه؟ يمكن وقت الاداء ما اقدرش، ولا نفسي تتصرف فيها، ولا بتاع، ابعد عني وما انا مش عايز اشيلها. هو مش عايز اشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه، ده هو خايف من وقت الايه؟ وقت الاداء. وهذا ما حدث في امانه الاختيار والتكليف في العالم اللي احنا قلنا على ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اللي ما لهاش اختيار، فأبينا أن يحملناها. قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين، بلاش أمانة لأن ما نضمنش. إنما الإنسان لأنه ظلوم جهول قال لا لا ادهالي ده أنا عائل وهقعد أرتب الأمور، إنه كان ظلوما إيه؟ ظلوم ظلم نفسه، وجهول لأنه ما عرفش وقت الأداء يعمل إيه. خلاص كده. هنا بقى من إن تأمنه بكنطار، يبقى الباء هنا معناها إيه وعلى معناها إيه؟ الباء في اللغة بيقول لك الباء للإلصاق، الباء لايه؟ للإلصاق. يبقى التصقت الايه؟ القنطار بامانته، التصق القنطار بايه؟ بامانته. يبقى فيه ايه؟ رباط وامتزاج. قال لك اياك ساعه الاداء ان تفصل الامانه عن القنطار، ساعه ما القنطار يغرق ببريقه اذكر الامانه، اوعى تذكر القنطار دون الامانه. يبقى الصق الامانه بالقنطار، اياك ان تقول ده يغريني وتسيب مين؟ الامانه. ان حصل منك انك انت نظرت للقنطار دون ان تنظر الى عز الامانه تيجي الخيبه. طب وعلى؟ ام قال لك ما على دي الاستعلاء والتمكن برضو. على ايه يعني؟ اجعل الامانه مستعليه على القنطار، الامانه فوق الايه؟ فوق القنطار. فساعه تحدثك نفسك بانك انت تاخذ القنطار لانه يدير لك حركه حياتك ولانه يخرجك الى ايه والى ايه، اذكر عز الايه؟ عز الامانه. ولذلك الناس اللي جم يتكلموا في قطع ايد السارق في ربع دينار
قال له طيب لما نقطع، لما واحد يقطع ايد واحد بندفع الديه ايه؟ ديه اليد اللي قطعها واحد من واحد. قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار؟ ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه؟ ديه الايد 500. خلاص كده؟ فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها؟ قال له نعم. يد بخمسمئين عزجد وديت، يعني اعطيت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت؟ فيروح اللي بيرد يرد عليه يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فاهم حكمة الباري؟ يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار جه بالبئن، علشان نمسك الأمانة بمين؟ بالمؤتمن عليه. الأمانة بالإيه؟ وجاب المؤتمن عليه اللي هو القنطار، اللي هو أضخم حاجة في عالم الإيه؟ عالم الموازين والذهب وإلى آخره. فقال له ألصق الأمانة بما أؤتمنت عليه حتى لا تفصلها، لأنك إن فصلت الأمانة وعزها عن القنطار ربما سولت لك نفسك أن تأخذ القنطار وتترك الإيه؟ وتترك الأمانة. وكذلك على لا أمنكم عليه، يبقى الأمانة فوق الإيه؟ مستعلية عليه. طيب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه ما دمت عليه قائما؟ يعني تملي دوشه الدينار، قبل الدينار الدينار اشتكي احجز عليه، ما دمت عليه قائما لتأيه لتقتضيه، ما يديه لكش إلا لما ينشف إيه؟ ما ينشف ريح. إلا ما دمت عليه قائمة. ليه؟ طب ودي ليه كده الحكاية دي؟ أولا في من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لأنه جعل الأمانة وهي الإيه؟ وهي القنطار، ساعة ما بريق الذهب في القنطار أخذها والأمانة جات له. الثاني من إن تأمنه بدران لا يؤديه إليك، ليه؟ إلا ما دمت عليه إيه؟ قائمة. ذلك رجع لمين؟ للدينار، بأنهم بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إحنا نأكل مال الأميين ولا حرج علينا في شيء. الأميين اللي هم مين؟ إنهم ليسوا أهل كتاب. تقول له يا أخي هي الفضائل ومناهج الخلق لها ناس وناس؟ ده الفضيلة هي الفضيلة على أي أناس؟ فضيلة هي الفضيلة، مش تقول لي أنا ما اخدش دي الا اذا كان اخدها ان كان امي وان كان من اليهود ما اخدهاش، ان كان من اليهود لا اخذ منه ربا وان كان من غير اليهود اخذ عنه ربا. تبقى الفضائل اللي ايه؟ فضائل مجنحة، هنا فضيلة وما يبقاش هنا فضيلة، لا الفضيلة تكون ايه؟ مستوية في كل وقت وبكل مقياس وفي كل زمان وعلى كل انسان. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم مين؟ ليسوا أهل إيه؟ طيب وإيه يعني أميين؟ قال لك ما دام أهل كتاب، اللي ما هوش داخل في الكتاب والكتابة يبقى أمي ولا لا؟ أمي يعني منسوب إلى إيه؟ إلى الأم. يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ لا يعني أمي يبقى إيه؟ نسبة إلى الأم. يعني كما تقول فلان ده زي ما نزل من بطن أمه، يعني ما تعلمش حاجة أبدا، ما عرفش حاجة أبدا، مفهوم؟ أو الأميين كانوا يسمون أهل مكة الأميين لأن ينسبون إلى أم القرى، فأميين يعني منصوبين لمين؟ أم الإيه؟ القرى اللي هم قريش. ذلك بأنهم قالوا، بسبب أنهم قالوا، قالوا من عندهم ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين سبيل، وأنتم أهل كتاب، من أين جئتم بها؟ من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، ويقولون على الله الكذب. لأن يفهم من أول الأمر أن ده ضمن منهج الإيه؟ النظير، من ضمن منهج الدين، يقولوا لا، هذا من التحريف ومن التحوير. وإلى لقائنا آخر.